نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن الدروس المهمة للشيخ بن باز رحمه الله تعالى. لابد قبل البدء في أي دورة أن يكون هناك اتفاق على شروط الدورة، فنريد أن نذكر الشروط ونتفق. إن اتفقنا مشينا في الدورة، وإلا إن شاء الله تعالى كل واحد يمشي في طريقه. لأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال لي والدي بلسان عربي مبين، قال إما الموافقة والمفارقة. نعم، فشروط الدورة هي: الشرط الأول، نريد المواظبة على الحضور، ما نريد أي عذر للغياب مهما كانت الأسباب، لأن إن شاء الله تعالى يعني بعد العصر درس، وبعد المغرب، وبعد العشاء، ثلاث دروس اليوم وثلاث دروس غدا وانتهي إن شاء الله تعالى. فما يعقل أن ثلاث دروس تتغيب فيها. لا نقبل أي عذر للغياب إلا عذر واحد، وهو الموت. قل فلان مات، نقوم بتجهيزه وتكفينه والصلاة عليه، وإن شاء الله إذا كان لدي تركه نقسمه. مفهوم؟ مؤمنون على شروطه. الشرط الثاني، التأدب بآداب طالب العلم في المجلس، منها الكتاب أثناء الدرس. الكتاب أثناء الدرس، يذكر علماء السنة أن الكتابة في الدرس لابد لها من شرط وأدب. إذا أراد الطالب أن يكتب في الدرس لابد أن يعرف شرط وأدب. الشرط أنه يكتب هذا الذي سمعت من درس الشيخ، لأنه قد وهو يلقي المدرس يلقي شيء يكون سبق لسان، بخلاف لو كان يملي عليك. صحيح؟ نعم. فاشترط أن الذي يكتب في الدرس يقول هذا من سماعي لدرس الشيخ، لا من إملاء الشيخ. هذا الشرط. الأدب لابد لمن أراد أن يكتب في مجالس العلماء أن يستأذن، وإحنا هنا ما نأذن لأحد أن يكتب. لماذا؟ لأنه قد تذهب عليك فوائد أثناء الدرس، فماذا تصنع؟ بعد الدرس إن شاء الله تعالى تجتمعوا فيما بينكم وتكتبوا. أداب أثناء الدرس، ضعها جانبا هنا. أداب أثناء الدرس يعني ما يمكن يا إخواننا أن واحد في الدرس يأكل ويشرب ولا يطالع في الجوال ولا يرسل رسالة. صحيح؟ نعم. فأي واحد يخل بهذه الشروط، إذا أخرج الجوال نحن نسحب الجوال منه، سواء أنا أو غيري، إلا إذا كان يسجل على هذا الأمر آخر. تسجيل ما في إشكال، تبغى تسجل سجل، ما عندنا إشكال. أي نعم. طيب يا إخواننا، جبريل عليه السلام أتى إلى مجلس من؟ مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع؟ ظهر عليه أثر طلب العلم، جلس جلسة المتأدب المتعلم، أنصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاطعه. الجن حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حضروه قالوا أنصتوا، ما التفت واحد منهم أو تكلم أو كذا. أراد أن يوافق الخضر ويتعلم منه موسى عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يبين للخضر أنه يعرف آداب طالب العلم، أي موسى عليه الصلاة والسلام. فماذا قال له؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. لماذا يقول له هذا الكلام؟ حتى يوافق على أنه يصير معه. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: جربني، أنا أعرف هذا طالب العلم. طيب، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، اتفقنا أننا نحفظ في هذا الدرس شروط لا إله إلا الله. الدرس الثاني بعد المغرب شروط الصلاة، بعد العشاء إن شاء الله نقول لكم واحدة واحدة. طيب، مهم جدا. هذه الشروط: المواظبة، تحلي بآداب طالب العلم،
الحفظ والمذاكرة. بعد ما ننتهي من الدرس تتعاون فيما بينكم، وكل واحد منكم يعني يتذاكر مع الآخر وتكتبوا بعد الدرس. طيب اتفقنا؟ أنا ما أريد يعني كلام يقال باللسان، أريد أن يصدق العمل. أسحب الجوالات. طيب ندرس إن شاء الله تعالى متن الدروس المهمة. لو قال لك قائل لماذا ندرس هذا المتن، أي متن الدروس المهمة، لماذا لا ندرس غير هذا المتن من الكتب؟ لأننا طلاب، والطالب لا بد له في طلبه للعلم أن يرجع إلى العلماء الربانيين، ورجعنا العلماء، العلماء نصحوا بهذه الرسالة. ثم لأنها على ما سماه المؤلف مهمة. لو قال لك قائل نعم هذه مهمة، لكن مهمة لعامة الأمة وأنا لست من عامة الأمة، أنا طالب علم، نقول طيب نسألك عما في هذه الدروس، أجبت فالحمد لله، فأنت أعلم من عوام الأمة. وإن لم تجب ترى أنت لا تصلح أن تكون حتى من العوام، العوام أحسن منك. تعلموا ما يتكبروا على علم العلماء، هذا سبب الدراسة. أيضا أي كتاب تقتني، مجرد أن تأخذ كتاب وتقتني كتاب، ماذا تصنع في هذا الكتاب؟ تقرأ المقدمة والفهرس. بالمقدمة تعرف مصطلح المؤلف، وبالفهرس تعرف محتوى الكتاب، هذا أقل ما يقرأ في الكتاب قبل أن تضعه في الرف. الدروس المهمة على ماذا تحتوي؟ على دروس. أهم هذه الدروس أو ملخص هذه الدروس ما يتعلق بحفظ القرآن، وما يتعلق بالتوحيد وما يضاد التوحيد أي الشرك، ثم ما يتعلق بالصلاة والوضوء والطهارة، ثم تجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه، ثم الآداب والأخلاق الإسلامية. ستة أشياء. من يعيد عليه؟ يعيد الأشياء الستة. أعيدنا. ما يتعلق بحفظ القرآن، توحيد، الصلاة، طهارة، الصلاة على الميت وتجهيز الميت، والآداب والأخلاق. سهل جدا. نعم يا أستاذ عصام، أبو عصام، ما يتعلق بحفظ القرآن. لا أحد يتكلم. نعم. ما يتعلق بالتوحيد وما يضاد التوحيد الشرك. الصلاة، طهارة، التجهيز الميت، الصلاة عليه، والآداب والأخلاق الإسلامية. يعني أهم ما يتعلق بحياة المسلم. طيب نبدأ بالدرس الأول وهو لا أحد يتكلم. طريقة السلف في حفظ القرآن. انقسم الناس في حفظ القرآن إلى طرفين وسط. قسم يهجر القرآن ولا يقرأ القرآن، وقسم يقرأ بلا تدبر. وأهل السنة جعلنا الله وإياكم منهم. في كل يوم كان السلف الصالح يحفظون 10 آيات، وفي كل يوم ينظروا في معنى هذه الآيات وتدبروا فيها، وفي كل يوم يستعينوا بالله على العمل. هذا الذي يكون على طريقة السلف، لا يترك الحفظ أبدا، ولا يترك التدبر ولا العمل. فماذا تصنع؟ في كل يوم تحفظ. طيب لو أردت أن تقرأ في تفسير هذه الآيات قد يأخذ عليك وقت طويل. نقول لا، من قال لك أنه يأخذ وقت طويل؟ تأخذ تفسير مختصر، هذه نصيحة علماء. أي تفسير؟ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، تفسير مختصر سهل واضح، 10 آيات أحيانا والله لا تأخذ منك 5 دقائق. نعم، هجر القرآن، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر للقراءة، وهجر للتدبر، وهجر للعمل، وهجر للتداوي. إذا انقسم الناس تجاه حفظ القرآن لطرفين وسط. قسم لا يقرأ ولا يصنع شيء، يهجر، وقسم يحفظ بلا تدبر. إن شاء الله السلام العافية، هم الخوارج يقرؤون القرآن ويجلسون تراقيم. وقسم يقرأ ويحفظ في كل يوم وتدبر واستعين بالله على العمل، هذا السلفي حق. طيب هذا ما يتعلق بحفظ القرآن القسم الأول. بخاصة يذكر الشيخ بن باز رحمه الله ما يتعلق بسورة الفاتحة وقصار السور، يعني من الضحى إلى الناس. هذه السور دائما تكرر عندك، فما يعقل يا أخي. أسأل بعض الطلاب ما معنى إن شانئك هو الأبتر، يقول لا أدري، لا أدري.
قل هو الله أحد. ما معنى أحد؟ يقول ما أدري. الصمد، يقول لا أدري ما معنى الصمد. هو يكرر يعني هذه السورة الفاتحة لا أدري عنها شيء. طيب، هذا هو القسم الأول ولله الحمد. نراجع الآن ما أخذنا في القسم الأول ونبدأ في القسم الثاني. من يذكر لي ما لا أخذنا في هذا؟ نعم يا أخي. انقسم الناس تجاه حفظ القرآن إلى طرفين وسط. الوسط هم جعلنا الله وإياكم منهم. ماذا يصنعوا؟ السلفي حق لابد أن يحفظ في كل يوم 10 آيات أو زيادة أو أقل قليل. من أي تفسير؟ ابن سعدي رحمه الله، لأن تفسير مختصر السهر واضح. ويستعين بالله على العمل، الله يفتح عليك. طيب، الآن ننتقل للقسم الثاني ما يتعلق بالتوحيد. يا أخي، تلتقي بإنسان يقول لك هل أنت موحد؟ تقول نعم. كيف موحد ونصف؟ يقول طيب، ما هذا التوحيد الذي تدعيه؟ ما هو التوحيد؟ تقول ما أدري. معناه أنه عندما قال أنا موحد هذا شهادة الزور، لا أعرف ما هو التوحيد. بخاصة طالب علم، يعني ممكن يأتينا إنسان عامي لا يعرف تعريف التوحيد ولا أنواع التوحيد ولا كتب التي ألفت وكذا، لكن تسأله من الخالق؟ يقول الله. الرازق الله. المدبر الله. العبادة حق لمن؟ يقول العبادة حق لله، ولا يصح أن يصرف منها شيء، والله سبحانه وتعالى له الأسماء والصفات. الحمد لله، هذا موحد. لكن طالب علم لا يعرف ما هو التوحيد. من يعرف للتوحيد عند أهل السنة؟ تعريف التوحيد شرعا، التوحيد شرعا هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن التوحيد أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، كل العبادة لله. وتوحيد الأسماء والصفات، إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات، بأن نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. ونشرح بإذن الله يعني بعد هذا ما هو يعني توحيد الأسماء والصفات. طيب، إذن هذا معناه أن التوحيد انقسم إلى ثلاثة أقسام: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نأتي إلى الإسلام. ما هو الإسلام؟ لو قال لك قائل هل أنت مسلم؟ تقول نعم. يقول ما هذا الإسلام الذي تدعي؟ من يعرف للإسلام ما هو الإسلام؟ نعم يا أخي. هو الاستسلام، أن تسلم، لأن أنت عبد ولا تعترض. الاستسلام لله بماذا؟ بالتوحيد، أي توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. والانقياد لابد أن تعمل، انقياد له بالطاعة، وغير الطاعة المعصية، هذا ما يمكن. وسوف يأتي معنا أن من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله بالكلية، لا يتعلم ولا يعمل، هذا أتى بناقض من نواقض الإسلام. والانقياد له بالطاعة وغير الطاعة المعصية. والبراء لابد من تحقيق البراء. من ماذا يبرأ؟ يبرأ من الشرك وأهله. طيب، البراء من الشرك وأهله تأتي معنا إن شاء الله تعالى، يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. ما هي مراتب الدين؟ ترى هذا الكلام اللي نذكره الآن يعني هذا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أشياء لا بد أن تعرفها في دين الله. نعم، ما هي مراتب الدين؟ نعم، الإسلام والإيمان والإحسان. إذا مراتب الدين ثلاث مراتب: إسلام، وأعلى من الإسلام إيمان، وأعلى من الإيمان إحسان. هذه مراتب الدين. طيب، كل مرتبة لها أركان. من يذكر لي أركان الإسلام؟ سبحان الله، هذا ما يمكن أنه تعرف؟ نعم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. طيب، نقف واحدة واحدة. شهادة، اصبر، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. طيب سؤال، أبو جهل، أبو جهل
هل أبو جهل يعرف معنى لا إله إلا الله أم لا؟ يعرف أو لا يعرف أبو جهل؟ يعرف؟ يعرف. فقبح الله، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. أبو جهل يعرف أصل الإسلام، كافر رأس الكفر، وأنت مسلم لا تعرف معنى لا إله إلا الله؟ من يذكر لي معنى لا إله إلا الله ولا يجعل أبو جهل أعلم منه؟ يلا نعم أنت يا أخي. لا معبود بحق إلا الله. طيب لو قال لك قائل معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، صح أو خطأ؟ اللي يعرف أرفع اسمه. من الذي يقول صح لا معبود إلا الله؟ صحيح؟ لا 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 لا، هذا احنا ما احنا درس علم الان. احنا صح ام خطا؟ مو غلط، هذا ابطل الباطل. لانه لو قال معنى لا اله الا الله لا معبود الا الله، معنى هذا انه كل معبود فهو اله، الذي عبد الصنم عبد الله، والذي عبد الحجر عبد الله. لماذا لابد ان نقول في معنى لا اله الا الله لا معبود بحق حتى نكفر بجميع معبد من دون الله، وناتي بما يكون في معنى لا إله إلا الله؟ لابد في لا إله إلا الله من ركنين، وإلا لا إله إلا الله لا تنفع، كفر وإثبات، كفر وإيمان، نفي وإثبات، هذا ركن الشهادة. لا إله نافيا جميع معبد من دون الله، إلا الله مثبت العبادة لله وحده لا شريك له. إذا لابد في لا إله إلا الله من ركنين،